طيب نروح لتشكيل الكابتن احمد الجمل لهذا الموسم ونبدا بحراسه المرمى. حراسه المرمى كابتن احمد طبعا اللعيبه كلهم لعيبه جامده جدا 100% جدا. احنا حاطين اسماء كتير قوي كلهم. انت مدير فني دلوقتي ماشي. انا هتظلم ناس وهتلاعب ناس ومحدش يزعل بالظبط يا كابتن. انا دلوقتي عايز اعمل تشكيل بالظبط كده كابتن اكسب بيه. طيب انا هبدا بعود محمد عواد حارس مرمى. هبدا بعود. عواد تالق وعمل اداء رائع جدا في نص الملعب. انا عواد كمان عارفه يعني عواد لعب معايا لا جون كبير قوي يعني. الونش واسامه جلال. الونش واسامه جلال في خط الدفاع ثنائي الدفاع تمام على اليمين. اكرم توفيق لما كانش يصاب كنت هبقى يعني لو كانش اصاب في اول سنه او لعب السنه ده كنت هحطه طبعا بس عشان ما لعبش السنه دي فاحط عمر كمال عبد الواحد. طبعا زي ما قال الكابتن عبد الجليل فتحوا معلول ما مش ممكن يعني بس انا يعني برضو يعني هميل لفتوح ماشي. ثنائي الدفاع ثنائي الوسط المدافع طبعا برضو نفس الكلام سلاي وامام عاشور. رغم ان وليد الكارتي وتوريم عاملين موسم غير طبيعي. رضا بوبو ايه رضا بوبو ده الزمالك والاهلي بيتخانقوا عليه ده ديفندر رضا بوبو ده. ايوه كابتن سمعت ولا. عنه بس برضو ايه انا يعني برضو ما شفتلوش غير ماتشين ثلاثه. هو بيلعب في فيوتشر صح كده. ده جاي من دجله بالظبط كده. بس كابتن يعني ما يعني الخمسه مش انا عايز اربع خمسه. مش ممكن يا جماعه بلاتا توليه ده يا لهوي نوعيه في الدوري المصري نوعيه اوروبيه. انا عايز هاني سعيد ده قاعد اتفرج على الماتش اول صح. ماتش في كاس الامم صح. وراح باين مسافر له راح جاي. طيب تعالى نكمل باقي التشكيل تمام. صانع العاب صانع العاب يعني انا يعني برضو كلهم لعيبه جامده جدا اكيد. هلاعب عبد الله سعيد عبد الله سعيد ماشي. جناح ايمن طبعا زيزو زيزو طبعا برضو مع انهم كلهم جامدين. الجناح الايسر بن شرقي اشرف بن شرقي تمام. ومهاجم سيف الجزيري. طيب التشكيله قدامنا اهي. تشكيل الكابتن احمد الجمل عقبال ما تكمل معانا. محمد عواد في حراسه المرمى خط الدفاع عمر كمال عبد الواحد والونش واسامه جلال وفتوح امام عاشور وعمرو السوليه عبد الله السعيد وبن شرقي وزيزو وفي الهجوم سيف الجزيري مهاجم صريح في تشكيله الكابتن احمد الجمل. نروح للتشكيله الاحتياطيه. الشناوي عبد المنعم محمد عبد المنعم اكرم انا مستبعده شويه ما لعبش السنه دي فمستبعده خالص. السنه في الاول في اول موسم عمر جابر علي معلول توري بلاد توري محمد ابراهيم عامل موسم حلو قوي على فكره ما حدش واخد باله قوي. محمد ابراهيم من اكتر اللاعبين اللي صنعوا فرص الموسم دوت يعني هو عبد الله عمل اسيست كريم. محمد ابراهيم لعيب خارق انا صح. انا 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 بشوفه في نفس الصندوق بتاع عبد الله السعيد. اللعيبه اللي هي الموهوبه قوي اللي بيفكروا عندهم روح كابتن مش طبيعيه. مش هتحط مين مع فاضل اتنين طالب اتنين فاضل اتنين ماشي هحط ابراهيم عادل واحط جون ايبوكا. التشكيله الاحتياطيه للكابتن احمد الجمل محمد الشناوي محمد عبد المنعم اكرم توفيق عمر جابر علي معلول وبلاتوريو. انا ما قلتش اكرم قلت اكرم لو مشغال هلعبه. انت اخترت عمر جابر اخدت عمر جابر ما خدش اكرم اصلا لا ما خدش. طيب وحطيت جون ايبوكا وحطيت مين تاني ابراهيم عادل ومحمد ابراهيم وجون ايبوكا توازن حلو تمام كده حلو توازن حلو تشكيلتين حلوين قوي.